السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقدم لكم أخبار الزمالك، نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. شكرا لكم جدا على دعمكم. تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 مع الأهلي بهدف لكل منهما، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع بين الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين أمس بالقلعة البيضاء بالجولة 15 لبطولة الجمهورية للناشئين، وأحرز هدف الزمالك كريم حامد. فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 بقيادة مديره الفني محمود ياسين على جنيز بثمانية أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الجيزة. أحرز أهداف الزمالك كل من أدهم محمد ثلاثة أهداف هاتريك، حمزة محمد، محمد ياسر، أحمد بليغ، ممدوح محمد، ياسين الديب. والجدير بالذكر أن مباريات فريق 2013 تقام على مدار 30 دقيقة بواقع 15 دقيقة لكل شوط. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس الرابطة. خاض لاعب الفريق فقرة تأهيلية وبدنية في بداية التدريب الجماعي الذي أقيم أمس. قام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين تؤدي كل واحدة منهما بعض التدريبات باستخدام الحواجز، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية بالكرة. تولى كل من البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية. منح الجهاز الفني محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق راحة إضافية من التدريبات الجماعية أمس بعدما حصل عليها قبل أمس الجمعة. عقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين عقب خوض فقرة التدريبات البدنية والتأهيلية خلال ميران أمس السبت، ومنح الجهاز الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها خلال تدريب أمس في إطار استعدادات الفريق الأبيض لبطولة كأس الرابطة. قام الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لثلاثة مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب، وشهدت التقسيم تألق كل من محمد عواد ومصطفى فتحي وعبد الله جمعة ومحمد أونجم. واصل رجال فريق الزمالك لكرة السلة صحوته في بطولة دوري السوبر بتحقيق الفوز على الجزيرة 85-71 في أولى لقاءات الفريقين في الدور الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك في إطار الجولة الثامنة من دوري السوبر، ويثأر من هزيمته في الدور الأول. قام مسؤول نادي الزمالك بإطلاق اسم أحمد الكاس نجم القلعة البيضاء السابق على إحدى حدائق النادي. فتح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك خط مفاوضات مع فرجاني ساسي الذي أبدى مرونة في التوصل لحل ودي في تلك الأزمة وجدولة المستحقات المتأخرة، كما فتح المشرف على الكرة مفاوضات مع عدد ممن يطلبون مستحقاتهم المتأخرة من أجل التوصل لحل ودي وجدولة تلك الديون. أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميا مع محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتعاقد الاتحاد السكندري مع محمود شبانة لمدة 6 أشهر بداية من يناير الجاري، وذلك بناء على طلب حسام حسن المدير الفني لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الدفاع. والد محمد عبد الشافي لا توجد أي مشكلة بشأن تجديد نجلي عقده مع الزمالك، فهو أحد أبناء النادي ولا يفكر في الرحيل عن صفوفه في الفترة المقبلة، مؤكدا محمد ما يقدرش ما يجددش للزمالك لأن الزمالك في دمنا وتابع نادي الزمالك بتاعنا، وإحنا بنعشق حاجة اسمها زمالك، هنجدد. وأكمل نجلي هينضي من غير أي حاجة، أهم شيء أن يكون هناك استقرار إداري في النادي خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات. توصل مسؤول نادي الزمالك لاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة ب 700 ألف يورو. واتفقا مسؤول الزمالك على جدولة مستحقات جروس على أقساط لمدة سنة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، وسيبدأ الزمالك في السداد خلال الفترة المقبلة. نقلا عن اليوم السابع، هناك مسؤول من نادي التعاون السعودي يتواجد في مصر حاليا لإنهاء صفقة ضم مصطفى فتحي من الزمالك بعد موافقة اللاعب على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وعرض مسؤول التعاون السعودي 300 ألف دولار لشراء مصطفى فتحي في بداية المفاوضات، خاصة وأنه يتبقى في عقده 6 أشهر فقط، إلا أن إدارة الزمالك طلبت 1,000,000 دولار لإتمام الصفقة، وكان الزمالك يرغب في تجديد عقد اللاعب وبعدها يتم إعارته للنادي السعودي، ولكن اللاعب متحفظ على الأمر ويرغب في الرحيل النهائي خلال الميركاتو الجاري، خاصة وأنه سيحصل على مبلغ كبير كراتب له حال إتمام الصفقة.
تحدث مصدر داخل النادي الزمالك عن حقيقة طلب المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أنجم ثنائي الزمالك فسخ تعاقدهما مع القلعة البيضاء بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما في الفترة الماضية. وأوضح المصدر قائلا أن الثنائي أرسل إنذارا لإدارة الزمالك للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، خاصة وأن بن شرقي وأنجم لم يتقاضيان أي مستحقات منذ بداية الموسم الحالي، بخلاف وجود بعض المستحقات المتأخرة لهما من الموسم الماضي. وأضاف المصدر قائلا أن اللاعبين طالبا بصرف دفعة من مستحقاتهما في الفترة الحالية، ولم يطالبان بفسخ التعاقد مع الزمالك، خاصة وأن عقودهما تنتهي بنهاية الموسم الجاري. من أخبار المنتخب، وصلت أمس بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تنطلق اليوم الأحد. تذكير قائمة مصر كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، مروان داود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء. وفي خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد زيزو، مهند لشين. وفي الهجوم: محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجي، رمضان صبحي، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا. بس كده، دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم جدا على دعمكم. لو عجبك الفيديو ده اشترك فيه أخبار أسود الزمالك عشان يوصلك كل الجديد مننا.